يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. ما زلنا مع سورة الحجرات ووقفنا في الآية 11 من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وأخذنا مسألة السخرية في النهي الأول من هذه الآية، وكذلك أخذنا النهي الثاني وهو قوله سبحانه وتعالى ولا تلمزوا أنفسكم، وقلنا أن اللمز هو العيب، هو أن يعيب الإنسان أخاه. وقال سبحانه وتعالى ولا تلمزوا أنفسكم بمعنى لا تعيبوا أنفسكم، من باب أن من عاب غيره فكأنما عاب نفسه، وإذا قال لا تلمزوا أنفسكم. ولا تنابزوا بالألقاب، والتنابز بالألقاب قبل ولا تلمزوا، لأن قلنا اللمز هو اللمز والهمز، وتكلمنا عن اللمز والهمز، وقلنا أن اللمز يكون بماذا؟ بالقول. والهمز يكون بماذا؟ إن كان اللمز بالقول يكون الهمز بالفعل، يكون الهمز بالفعل، واستدلنا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، لقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، بل الذي يوضح ذلك أكثر توضيح وهو قول سبحانه وتعالى هماز مشاء بنميم، هماز مشاء بنميم، فمعنى أنه هماز يكون بالقول ويكون مشاء بنميم يكون بالفعل. وقلنا أن اللمز يكون بالقول، أما الهمز فهو يكون بالقول واللسان والعين وطبعا الإشارة، كل هذا. ودللنا على ذلك بما يفعله كثير من الناس، لأن هذا مرض مستشري، ونسأل الله العفو والعافية والسلامة، مستشري في الناس قضية اللمز هذا، وهو عيب غيره. ولذلك تجد الناس إذا لم يجد شيئا يفعله يبدأ في ماذا؟ في لمز الناس، يبدأ في لمز الناس. بل مجالس أكثر الناس الواقع الآن مجالسهم لا تحلو لهم إلا إذا كان فيها ماذا؟ إلا إذا كان فيها اللمز، بل يكادون لا يرتاحون، يكادون لا يرتاحون إلا بعد ماذا؟ إلا مع اللمز. وقد يقول بعضهم يعني إذا أراد أن يعيب، والله إنما أردنا فقط أن نبين شيئا هو فيه، هذا سيأتينا، لأن قد يكون اللمز وهو العيب في حضرته هذا منهي عنه، فما بالك إن كان العيب وهو في غيب في غيبته، يعني في عدم حضوره فهو أشد كما سيأتينا، لأن كلاهما محرم إلا أن أحدهما يكون أشد تحريما من غيره. ولذلك رحم الله من اشتغل بعيبه عن عيوب الناس، ولذلك العياب إنما يعيب الناس بفضل ما فيه، سبحانك ربي العظيم. لذلك تجد الناس أن النظر عندهم يختلف باختلاف ما جبل عليه هو، وباختلاف طبعا نظرته هو، ولذلك تجده أنه ينتقص بفضل العيب الذي فيه، بفضل العيب الذي فيه هو، ولذلك نظرته تكون نظرته إلى الغير بالأمراض التي فيه، وهذه طامة كبرى. دائما
الذي تجده ينتقص غيره إنما ينتقصهم بشيء هو فيه. ولذلك كما قال الشاعر: المرء إن كان عاقلا ورعا، المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوبه ورع، أشغله عن عيوبه ورع، كما السقيم، كما السقيم المريض يشغله عن وجع الناس كلهم وجع. فهمنا هذا؟ لنوضح. إذن عندك المرء إن كان طبعا الذي هو عاقل ورع ماذا يفعل؟ يشغله عن عيوبه، وليس عن عيوبه معنى هنا التجاوز، إنما عن هنا تأتي مشتركة في المعنى بالباء، يعني يشغله، يعني يشتغل بعيبه هو عن عيب ماذا؟ عن عيب غيره، لأن أشغله عن عيوبه ورع، لأن الورع الذي دفع به إلى هذا، إلى الاشتغال. ولذلك هذا سعيد، هذا سعيد فعلا، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه، إن جعل الإنسان أنه مشتغل بعيبه عن عيب غيره، بعيبه عن غير عيبه. ومن لم يشتغل بعيبه اشتغل بعيوب الناس. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يترك أحدكم، ينظر أحدكم إلى القذات في عين أخيه ولا ينظر إلى الجذع في عينه. طبعا الجذع أكبر منه، هو يرى فقط. وعند مثل يعني معروف الحدب عند الجمل، يقول لا ينظر الجمل إلى طبعا الحدب التي فيه، وإنما ينظر إلى ماذا؟ إلى حدبة غيره. وفعلا سبحانك ربي العظيم، هو العين فيه أصلا، هو فيه، ولكن لا ينظر إلى عيبه لأنه شغله غيره عن عيبه. ولذلك قال: كالمريض السقيم، أو كالسقيم المريض يشغله عن وجعه، يعني عن وجع، عفوا، عن وجع الناس كلهم وجعه، يعني وجعه هو يشغله عن ماذا؟ عن وجع الناس. طبعا هذا لأنه مريض يئن. فإذا قلت له أنه فلان مريض، هل هو يلتفت إلى مرض فلان وفلان؟ وإنما هو مشتغل بماذا؟ بمرضه. فكذلك لابد أن يكون المقياس عندك بهذا الميزان، إن اشتغلت بعينك كفاك ذاك عن اشتغال بماذا؟ بعيوب الناس. ولذلك قال الآخر: ولا تكشفن مساوئ الناس ما ستروا، ولا تكشفن مساوئ الناس ما ستروا، يهتك الله سترا عن مساويك، يهتك الله سترا عن مساويك، واذكر ما فيهم، يعني واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا يعني تعب أحدا بما فيك، الشيء الذي هو فيك لا تعب به أحدا غيرك، طبعا لأنه أنت كذلك مثله. بل الإنسان يعني يطلب دائما السلام، يطلب دائما السلام، العفو والعافية، يقول العفو والعافية. وإذا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به، لا تنسى هذا دائما، وهذا سيأتينا، لأننا نقع في أمور خطيرة جدا لا نلتفت إليها. لذلك هذا مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لأن السلف رضوان الله عليهم كانت الأمور، قالوا: والله إنكم لتعملون أفعالا أو أعمالا كنا نظنها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. يعني انظر، سهل الأمر، سهل عنده، يعني يمر مرور الكرام، ما فيها شيء، إنما هو حديث مجالس نتكلم فقط فيما بيننا. فتأتي الشيطان لعن الله حريص على أن يأتيك بفلان وعلان ومن الناس وأنت جالس، لابد أتحداك في مجلس من المجالس لا يذكر فيه أشخاص معين. هل هذا موجود؟ هل في مجالسنا لم نأتي بفلان وعلان؟ حتى وإن كان من باب، كما يظن البعض، من باب التناصح. أي التناصح هذا؟ يعني في ظنه يوهمه إبليس، لأنه مداخل للشيطان، مداخل، فيفتح عليك أبوابا تظن نفسك أنك تنصح، يعني من باب أنك تبين. وإذا تقول بعضهم: نعم دعنا منه غفر الله له، يا سلام على غفر الله له هذه، يعني شوف أنت الآن، يعني هذه اللمزة، هذا ما أنت سويت، ليش معنى غفر الله له؟ ما تريد على الطريقة المباشرة أتيت بيش بالغير المباشر، ما هو لمزة، ولا ما هو لمزة، إن حتى ولا ويش بطريقة غير مباشرة
فلان هذا الحمد لله غفر الله لنا وله سامحه الله، يعني كلمات رنان، ولكن إبليس لعنه الله حريص، لذلك انتبه نهي هذا. قال ولا تلمزوا أنفسكم، قال ولا تنابزوا بالألقاب. قلنا والتنابز هو التداعي، التنابز هو التداعي بالألقاب التي تسوء صاحبها. لأن الألقاب عندنا نوعان، لقب يرضاه الكل، وقد لقب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، لقب عمر بن الخطاب بالفاروق، ولقب أبو بكر بالصديق، ولقب خالد بن الوليد سيف الله، ولقب حمزة بأسد الله، ولقب يعني ألقاب، هذه ألقاب محمودة، ألقاب محمودة تفرح الشخص عندما يسمعها، ومنها طبعا الألقاب التي هي أبو فلان وأبو فلان وأبو فلان، لا إشكال في ذلك، هذا بل من المسنون يعني سنة. ولذلك لقبت عائشة رضي الله عنها بأم عبد الله، ولم تلد عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فلا عيب أن يلقب الإنسان بنا محمدة. ولكن هناك ألقاب يذكرها الإنسان وهي ماذا؟ وهي تسوء سامعها، وهذا كثير. انظر حالنا نحن في المجتمعات، المجتمعات العربية ما تجد أحد إلا وله لقب أو لقبين، إن لم يكن كثير، كل بحسب، يعني في الحي الواحد مشهور عنده، وإذلك يذكر له اسمه لا يعرفونه باسمه، ويتجاهلون اسمه، ويبحثون عن ماذا؟ يبحثون عن لقبه. فإذا ذكر له اسمه سعيد، يقول سعيد من؟ ما تقصد بسعيد هذا؟ فعندما يقول له مثلا سعيد اسم من هذه الألقاب التي نسأل الله العفو والعافية والسلامة، يعني مباشرة صار اللقب هذا السيء شهرة، أكثر شهرة من ماذا؟ من اسمه الذي سمي به. ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن التنابز بالألقاب، وقال أنه قال في سبب ورودها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك أبو جبير بن الضحاك الذي هو أخو ثابت بن الضحاك صحابيان جليلان، أنه قال أبو جبير بن الضحاك هذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وما كان من أحد منا إلا وله لقبان أو ثلاث، يعني كان يعرف بلقب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينادي الشخص فيناديه بلقب، يقول لقبه كذا، فإذا ناداه بهذا اللقب قالوا مه يا رسول الله، معنى توقف، مه يا رسول الله، إنه يعني يسيئه، إن هذا اللقب يسيئه. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب. إذن فالتنابز بالألقاب هذا منهي عنه إذا كان اللقب يسوء صاحبه، يعني الشخص الذي لقب به. وهناك من الألقاب السيئة التي جرت مجرى القبول عند الناس، بل تجد في كتب الحديث، في كتب الحديث المحدثون يتكلمون، بل هناك رواة عن الأعرج حتى أنه معروف بلقبه لا يعرف اسمه، كثير المحدثون إلى حد قد تذكر مثلا اسمه ولا يدرون من هو، بذلك يقولون سامح بمن هو، لأن هذا من نوع طبعا عندهم، لأن نروح إذا ندخلكم إلى مسائل التدليس الخفي والتدليس كذا الأشياء هذه التقسيمات، فهو عندهم يقول لابد من توضيحه، فيقول عن الأعرج أو عن فلان من الأعور. طبعا الأعور والأعرج هذه من الألقاب السيئة، ولكن رضيها صاحبه، يعني صارت علما عليه، فصار لا تسوءه إن قيل الأعرج، بل كان يرضى بها ليتضح ولا يجرح، عكس أنه يؤتى بماذا؟ باسم له يشبه اسم غيره، فيكون ذلك الذي سمي به مجروح، فلا يعرف إلا بماذا؟ إلا بهذه الصفة التي هي الأعرج أو الأعور. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى في كتابه صحيح بوب بابا في هذا الشأن، قال باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم القصير والطويل أو الطويل والقصير مما لا يشين الرجل. انظر إلى تبويب البخاري، باب ما يجوز معناه أنه منهي عنه، فاستثني منه
باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم القصير أو الطويل والقصير مما لا يشين، بمعنى إيش؟ لا يحط من قدر صاحبه، مما لا يشين الرجل. كيف ذلك؟ يعني كيف، من أين أخذ البخاري هذا التبويب؟ استدل بحديث ذو اليدين، طبعا وذو اليدين هو حديث على الإضافة، ولكن قلنا ذو اليدين لأن الناس يجهلون مثل هذه الأشياء، على طبعا على باب الحكاية، يسمونه على الحكاية، لأن المضاف لابد أن يكون مجرورا، ونحن رفعناه الآن، قلنا حديث ذو اليدين، ما قلنا حديث ذي اليدين، لأن معناه على الحكاية، ذو اليدين هذا. فذو اليدين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذو اليدين هذا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من تسليمتين في صلاة المرمعية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم واتكأ على جذع شجرة وكأنه مهموم، يعني كان به حال. فطبعا كل الصحابة لم يستطع أحد منهم أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل قصرت الصلاة أم ماذا، أم نسي عليه الصلاة والسلام. فكان في القوم ذو اليدين، هذا ذو اليدين معناه أنه عنده طول في يديه كما قال الشراح، يعني عنده طول في يديه، وهذا ذو اليدين لقب، هذا لقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد التأكد من الأمر قال لأبي بكر وعمر أكما يقول ذو اليدين، أكما يقول ذو اليدين. فلذلك بوب البخاري انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين، وهذا لقب، معناه أنه باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. فإذا كان اللقب لا يسيء صاحبه طبعا ويرضى به، ولا يجد في نفسه شيء تجاه من قال له ذلك، فهذا لا بأس به، وإن كان الأولى ترك مثل هذه الأشياء، لأنه نهى الباري جل وعلا، يعني الشارع، عن مثل هذا، وقال ولا تنابزوا بالألقاب. وانظر كم من التنابز، ألقاب هي سيئة، بل منها ما هو أسوأ، يلصقونها بماذا؟ بصاحبها. فإذا هذا من الأشياء التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، وهو النهي الثالث فيها، وهو النهي بعد طبعا السخرية، وعندنا اللمز ثم النبز. قال سبحانه وتعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قبل ذلك يعني على القول الآخر نسيت طبعا ذكرته الآن، القول الآخر في قوله ولا تنابزوا بالألقاب، قال محمول كما قال مجاهد رحمة الله عليه، قال معناه تنابز بالألقاب وهو أن تدعو الشخص بالكفر، كان تقول يهودي أو نصراني يعني قبل وهو أسلم، قال هذا كذلك تشمله الآية. فلذلك لا تدعو الشخص بماذا؟ بما سبق منه، فكذلك قال هذا داخل في الآية. وإذا قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، قالوا ما معنى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان؟ هذا الاسم الفسوق، هل اسم الفسوق يدخل فيه التنابز بالألقاب الذي مر؟ بمعنى قلنا الألقاب السيئة؟ نعم، قالوا هذا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال بعضهم بل أن من فعل ذلك هو فاسق، من فعل هذا فهو فاسق. لماذا؟ لأنه من سخر من أخيه، ومن نبز أخاه، ومن لمز أخاه فهذا فاسق. يعني يحمل هذه الآية قوله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بمعنى على ما ذكرناه، بمعنى أنه يكون فعله الذي فعله فسق وفاعله فاسق على هذا القول، أو قد يكون كما قلنا في القول الأول منهي عن الصفة، يعني عن الصفات الألقاب التي ذكرناها. ثم قال سبحانه وتعالى ومن لم يتب، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن لم يتب بمعنى أنه لم يتب مما تقدم، لأنه بعد معرفة الحكم على الإنسان أن يتوب، معنى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه بعد معرفة الحكم، معنى أنه لابد أن يتوب من مثل هذا الفعل الصادر منه. فلذلك انتهى الصحابة رضوان الله عليهم عن مثل هذا ما كانوا يفعلونه وكان معتادا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد مجيئه
يعني نهى القوم عن أشياء كثيرة صلى الله عليه وسلم، كانوا يفعلون أفعالا ويقولون أقوالا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليرفع عنهم هذا، فيقول أن هذا لا يجوز وهذا يجوز، فيقر البعض وينهى عن البعض الآخر، ومما نهى عنه وهو السخرية واللمز والنجز. قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يعني من لم يقع منهم يعني التوبة والرجوع فأولئك الظالمون، يعني الذين ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بارتكاب مثل هذه المحظورات التي نهى الشارع عنها عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا وميتا قراءة فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم سبحانه وتعالى. طبعا بعد النهي هذا نهي آخر، هو النهي الرابع الآن عندنا، النهي الرابع عن اجتناب الظن، بل الظن السيء، مقصود بالظن السيء، وإن لم يوصف ولكنه واضح من انطلاق النهي عنه، لأن الظن عندنا نوعان، الظن عندنا نوعان، هناك ظن يحتف بقرائن ويسميه الفقهاء بغلبة الظن، لأن مدار الأحكام العملية أغلبها الأحكام العملية، طبعا أنا قلت الأحكام العملية يعني مقصود بها الفرعية كما يقولون، إذا قلت هذا التقسيم لنحبط قضية الأصول والفروع، لذلك يقولون الأصل في العقائد ويقولون الأشياء الفرعية يقول الأحكام العملية، والأولى أن تسمى بهذا. في الأحكام العملية أغلبها في مسألة الفقه أغلبها ظنية، أغلبها ماذا؟ على غلبة الظن، بمعنى غلبة الظن الذي إيش؟ يرفع إلى اليقين، فغلبة الظن هذه لأن حفت بها القرائن، يعني مبنية على دلائل، لما بنيت على دلائل كان ظنا، ولذلك قال هنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، كثيرا من الظن، انتبه، إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم، ولا بد أن تنتبه. نرجع قبل ذلك، قلنا الظن، إذن الظن السيء الذي يكون خالي لمجرد، معناه أن الظن المقصود به في الآية هو التهمة والتخوّن، المقصود به في الآية وهو التهمة وماذا؟ والتخوّن. المقصود به التهمة والتخوّن، بمعنى أن الإنسان يظن بغيره ظنا لمجرد أنه يتهمه لمجرد التهمة فحسب، ليس عنده براهين، ليس عنده أدلة، لمجرد الظن. وإذا قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، يعني معناه أن كثير من الظن إن كان بعضهم فيه إثم فما بالك بماذا؟ بالكثير، لأن قد يقول البعض من الآية أن المفهوم من كثير الظن لا بأس به، أما بعض الظن هو الذي يحرم، الجواب طبعا لا، ليس هذا هو المقصود، إنما اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن كان ذلك البعض الذي لا يستند على حجج وبراهين فمعناه أنه كثيره أكثر ماذا؟ أكثر جرما وأكثر إثما، فلذلك نهينا، يعني نهينا عن ماذا؟ عن الظن بالغير، الظن بالغير، لأنني ويقع الظن في الناس عموما سواء كان الأهل أو يكون الأقارب أو يكون الناس عامة، وتجد كثير من الفرقة التي تحصل بين الناس سببها ماذا؟ الظنون، كلها سببها الظنون، ليست مبنية على شيء صحيح، يعني له كما يقال برهان أو دليل، بل تجد أنه قيل له ماذا؟ قيل له فقط، يعني جاءته كلام نقل إليه، حتى بعض في بعض الأحيان والأوقات لا يعلم من قال، حتى لا يعلم من قال ولا يدري من هو القائل أصلا.
وفي بعض الأحيان يعني لمجرد الشك، لمجرد الشك عندما يجد اثنان يتكلمان يظن أنهم إيش يتكلمون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الظن، إن أكتب إن لا لا في الآية إن بعض الظن إثم لا حول ولا قوة إلا بالله. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا طيب سيأتينا إن شاء الله تعالى. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. طبعا إن بعض الظن إثم كما قلنا هذا البعض إثم، فما بالك بماذا بالأكثر منه. ثم قال ولا تتجسسوا. إن الظن أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الظن أكذب الحديث، إن الظن أكذب الحديث، بمعنى بمجرد أنك تظن فأنت وقعت في ماذا؟ في الكذب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الظن أكذب الحديث. قال هنا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، بعد النهي عن الظن قال ولا تجسسوا، وقال ولا تتحسسوا، وقال هل هناك خلاف بين التجسس وبين التحسس؟ لأن ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجسسوا ولا تتحسسوا، لا تجسسوا ولا تتحسسوا. قال أهل العلم أن التجسس في الغالب يكون في الشر، ومنه الجاسوس، ومنه الجاسوس الذي هو معروف الآن. هذا طبعا غالب الظن، غالب عفوا الشر يكون في ماذا؟ في التجسس. وقالوا أما التحسس فغالب، يعني الغالب فيه يكون في الخير، الغالب فيه يكون في الخير. ومنه قوله سبحانه وتعالى على لسان يعقوب عليه السلام يا بني اذهبوا فتحسسوا، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، يعني معناه أنه التحسس بمعنى اطلبوا خبره، اطلبوا خبره. فقالوا أكثر ما يستعمل، إلا أنه قيل قد يستعملان كلاهما في ماذا؟ في الشر، كلاهما في الشر. فإذا اجتمع كأنه كل واحد ماذا؟ كل واحد يصير يعني يصير له معنى خاص أو مدلول. وإذا قالوا هنا لا تتجسسوا، قال التجسس هو البحث عن الشيء، التجسس هو البحث عن الشيء. أما التحسس وهو محاولة استراق السمع، يعني كلام الناس وهم له كارهون، وهذه طبعا من الأمور التي هي طبعا كذلك مبتلى بها كثير من الناس. تجد أنه لا يرتاح إلا بعد ماذا؟ إلا أن يتحسس عن غيره، وقد يكون الكلام لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد. هذا إن كان يعنيه فلا يجوز، فما بالك إن كان لا يعنيه، فصار أشد. فلذلك منهي الآن يضع الإنسان أذنه ليتحسس ماذا؟ ليتحسس غيره، يعني يضع أذنه ليتحسس غيره فيسمع كلامه. قد يقول أنا لم أضع أذني، قد تجد بعضهم أنه يسترق السمع فحسب، قد لا يكون يتنام وهو يحاول إما بحركة أو بعمل ما أو بشيء، المهم يحاول أن يأخذ شيئا، أن يسمع شيئا، يعني مريض، وهذا مرض نسأل الله العفو والعافية والسلامة، لا يهدى له بل إلا بعد الاطلاع على الأمور، بعد التحسس. فلذلك نهي عن ذلك. لماذا؟ لأنه مدام أن العيوب مستورة والأمر لم يصل ولم يبلغ أحدا، فعليه ماذا؟ أن تبقى الأمور كما يعني جعلها الله سبحانه وتعالى لا تبحث. هذا الذي يحصل. فلذلك تجد بعضهم يتجسس، ولذلك من تجسس التجسس يكون بالعين، ولذلك من اطلع على الثقب ليرى أمورا خلف وراء الأبواب، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم افقع عينه، نعم يفقع عينه، قال ويعني ويذهب يعني تذهب عينه هدرا، يعني ليس هناك قصاص، ليس هناك قصاص. لماذا؟ لأنه تجسس، والشارع قد نهى عن ماذا؟ عن التجسس، قد نهى عن التجسس. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من فعل هذا ليسترق نظر أو يسترق السمع، ليسترق النظر، ورد في حديث أنه طبعا يغرز فيه
قال عود أو يتقب عينه ولا قود فيها، بمعنى أن تذهب هدرا. أما بالنسبة للتعزز هو الإنسان أن يضع أذنيه يسمع يعني في أفعال الناس أو يعني أسرار الناس فيطلع عليها، فهذا محرم شرعا. وانظر إلى فعل الناس كما قلنا أن كثير يعني الأشياء تتسرب إلى الغير بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ ومن البلايا التي طبعا ابتلينا بها الآن وهي هذه المحمولات الآن. هذه المحمولات كيف يعني؟ طبعا هي نعمة، إلا أنها نقمة من جانب. يعني نعمة أنها كما نقول قصرت المسافات بين الناس، والله سبحانه وتعالى جعل فيها خدمة. إلا أن في بعض الأحيان بعض المحمولات قد يقع في الإنسان أنه يضغط على الزر فينطلق ماذا؟ فينطلق الاتصال، فتجد الغير الذي اتصل عليه. يعني المفروض يا أخي الكريم عندما تسمع مثلا أن الشخص يتحدث وهو لا يعنيك بالحديث، معنى ماذا عليك أن تفعل؟ خلاص يعني إيش؟ تفصل الاتصال، ما ودك تستمع وتقول لي الله والله ما قصر، هو اللي اتصل عليك، كيف تسمع؟ هذا أصل غير اللي يدخل في هذا الباب. وكثير من حصلت مفاتن بين الناس سببها هذا، وقعت في كثير من الصلح بين الأمر هذا للإصلاح في هذه الأشياء. يعني يستمع لحديث دار بينه وبين زوجته، الثاني ليش؟ لأنه في جيبه لا يدري أن الخط مفتوح، فهو يتكلم بحرية بينه وبين زوجته، والآخر يعني انبسط. سبحانك ربي العظيم، أي مرض يعني ضع نفسك في مكانه بنفس القديم. فلذلك قلت بليه، فإذا صارت أنه ينفتح الخط فهو يستمع 20 دقيقة وهو يستمع مبسوط. سبحانك ربي العظيم، هذا مهتم عظيم. فإذا الإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لأن هذه تربية لابد أن نتربى عليها. يعني لا يؤمن أحدكم مدام بمجرد أرفع السماعة نعم نعم أسمع كلاما، لا يعني، لأن لو أرادك سيطلبك مرة أخرى. يعني لو كان، فسبحانك ربي العظيم، نسأل سبحانه الإخوان يتنبهوا لمثل هذا. صورة من بعيد، إيه كذلك نفس القضية. نعم لا يجوز، لأن الخصوصيات للناس، انتبهوا يا جماعة، هناك خصوصيات للناس وحقوق للناس لا يمكن التعدي عليها. يعني ما تأتي لأحد مثلا وتصوره وأنت لم تأخذ الإذن منه، تقول لا شيء مار وكذا، لا. الإسلام نحن علمنا أن أمور مثل هذه لا تصح، لا يجوز فيها. لا بد من ماذا؟ لا بد من استئذان الغير قبل أن تفعل شيئا. لماذا؟ لأن هذا يخصه، أنت تصوره هو، لا تصور غيره. فإذا هذا يخصه، فلا يحق لك أن تصوره إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الأخذ الإذن منه. قال ولا يغتب بعضكم بعضا، بعد النهي عن التجسس قال ولا يغتب بعضكم، النهي عن الغيبة بالكسر لا بالفتح. كثير من الناس يقولون الغيبة، هذه ليست غيبة، الغيبة مأخوذة من الغياب الذي هو عدم الحضور لسفر ما أو شيء. أما هنا الغيبة التي هي محرمة، الغيبة وهو ذكرك كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الغيبة هو ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت ما نقول فيه، يعني هذا الشيء نحن نقوله وهو فيه. قال إن قلت ما فيه فقد اغتبت، أما إن لم تقل ما فيه فقد بهدت. يعني من أشد من ماذا؟ من الأول، لأن الغيبة تذكره بما فيه، أما البهتان فأنت تفتري عليه ما ليس فيه. يعني زيادة على أنك تغتاب تضيف إلى ذلك ماذا؟ الكذب في إخبارك بالشيء، في إخبارك بالشيء. ولذلك قال الحسن البصري 3 أمور فيما يتعلق بغير ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ذكر الغيبة وذكر الإفك وذكر البهتان. وذكر البهتان، الغيبة هي ذكرك أخاك بما فيه، والإفك هو الإخبار عما فيه نقلا يسمى إفكا. وذكر الله سبحانه وتعالى الذين جاءوا بالإفك عصب
الإفك. لماذا؟ لأنهم تناقلوا الأخبار التي سمعوه صار إفكا. ثم عندنا البهتان. البهتان وهو ماذا؟ هو ذكرك أخاك بما ليس فيه، بما ليس فيه. ولذلك الغيبة محرمة تحريما شديدا، وهي من الكبائر باتفاق أهل العلم أنها من الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا يغتب بعضكم بعضا ومثل أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ميتا فكرهتموه، ميتا فكرهتموه. والغيبة كما قلنا ذكرك أخاك بما يكره، تري في المجلس ويعني بعدم حضوره، لذلك لو قلت في وجهه هذا إيذاء، ولكن في عدم حضوره يعني مع غيبته يسمى ماذا؟ يسمى غيبة. والغيبة كما قلنا محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يعني الكلام الذي لا تلقي لها أنت بالا في بعض الكلمات يعني تريد فقط الإشارة، وهي من الغيبة. لأن سئل بعضهم بعض السلف قال لو قلت لأحدهم وهو قصير قلت يا قصير، قال فقد اغتبته. شوف كلمة قصير وهي فيه، قال لقد اغتبته، قد لا تريد منها أنت شيء. وهذا ما حصل لعائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يكفيك من حفصة أنها هكذا أو كذا وكذا، في بعض الروايات أنها أشارت بيدها يعني على أنها ماذا؟ قصيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت قولا يعني كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. نسأل الله العفو والعافية والسلام. رغم أنها ذكرتها بصفة هي فيها، يكفيك من حفصة كذا وكذا، يعني أنها قصيرة كما جاءت تضيعها في الرواية الأخرى أنها قصيرة. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لا مزجته. ولذلك ورد كذلك على النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من هذا الوعيد الشديد، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان كان تكلم عن سلمان وعن غيره طبعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتبه انتبه ماذا قال، قال خللا أسنانكما، خللا يعني أزيل اللحم الذي بين الأسنان، خليلا أسنانكم. قالوا ما أكلنا شيئا يا رسول الله. قال أما ذكرتما فلانا، أما ذكرتما فلانا أيأكل أحدكم لحم أخيه ميتا؟ وهذا طبعا من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني أرى لحمه بين أسنانكما. نسأل الله العفو والعافية والسلام. لحمه بين ماذا؟ بين أسنانكما. يعني انظر كيف تهاولنا نحن بهذا الأمر، فعلا تهاولنا تهاولا شديدا. بل انظر أن ماعز رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا وقال يا رسول الله أصبت زنا فطهرني، فجاءه من اليمين فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه من اليسار فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. معناه بينك وبين الله تب، ما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يعني بينك. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فألح معز، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤكد، قال حصل بينك وبينها ما يفعل؟ قال كما يفعل الرجل مع زوجته. قال كان المرود في المكحلة؟ قال نعم. قال والدلو كما في البئر؟ قال نعم. تائبا، رغم أنه في رواية أخرى أنه لما ذهب به إلى الرجل رضي الله عنه وأرضاه من شدة حر الرجم هذا فر ماعز، يعني خرج يجري، تعبعه الصحابة يعني أدركوه، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا تركتموه، معناه أنه لما فر انتهى الموضوع، يعني أنا تركتموه. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مع بأصحابه بهذه الأمة. شاهد عندنا أن ماعز هذا وهو يرجم اثنان منهم قال أحدهما للآخر انظر إلى هذا كيف أن الله سبحانه وتعالى ستر عنه وهو أراد وفضح نفسه فرجم كرجم الكلب، يعني انظر كرجم الكلب. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى مروا بجيفة حمار ميت، حمار ميت، فقال أين فلان وفلان؟
قال أين فلان وفلان؟ قال نعم يا رسول الله. قال انزلا فكلا من هذا، انزلا فكلا من هذا، يعني من ماذا؟ من جيفة الحمار. قالوا يا رسول الله بأبي أنت وأمي وأيؤكل مثل هذا؟ يعني هذا يؤكل؟ قال ما أكلتم من لحم أخيكم أهون، يعني هذا أكل هذا أهون، أن تأكلوا هذا أهون مما فعلتموه بماذا؟ بمعز رضي الله عنه وأرضاه. وإذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إنه ليتنعم في جنان الجنة. لا إله إلا الله، لأنه جاء تائبا إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أقيم عليه الحد كان كفارة له، كما أخبر ذلك الباري سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالغيبة ليست بالأمر الهين كما يظن الناس، بل من الكبائر. ولذلك من اغتاب غيره أهدى له الحسنات، من اغتاب غيره أهدى له الحسنات. وقد ورد عن بعض السلف أنه سمع أن شخصا اغتابه فطرق الباب صبيحتها، أتاه بشيء من أمور الدنيا هدية، قدم له هدية، قال ما المناسبة؟ قال أهديت لي حسناتك، ما هو في الآخر، فأنا ما وجدت شيئا أكافئك به في الدنيا إلا هذا. طبعا هدية دنيوية، وهنا فرق شاسع، سبحانك ربي العظيم. ها؟ ولذلك البعض منا أنه إيش؟ يتشنج عندما يسمع، لا شك في ذلك، وتأخذه العزة، ولكن من ظلم هذا، يعني ومن غباوة من فعل أنه قد أهدى إليك مالا، أهدى إليك الحسنات، أهدى إليك الحسنات. فلذلك كما قيل للحسن البصري جاء رجل قال بلغني أنك اغتبتني، قال والله ما أنت أفضل أن أهدي إليك الحسنات بهذه الطريقة، يعني ما هو سهل أنني أعطيك الحسنات مجانا فأغتاب. والحسن البصري سبحانك ربي العظيم. فلذلك لا تجلس في مجلس يقع فيه ماذا؟ الغيمة، إما أن تنكر وإما أن تنصرف، لا تقعد معهم، لأن إن قعدت وإن لم تكن مشاركا باللسان فمعناها أنك ماذا؟ مشارك بالنصيب، لأنك كأنك مؤيد لما يقال ولما يفعل. ومجالسنا كل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية كلها واقعة، بل على أشدها، نسأل الله العفو والعافية والسلام، من اللمز ومن النبز ومن السخرية ومن الظن وكثرة الظن وقليل من الظن، وأي قليل من هذا، بل هو أكثره الموجود، ثم التجسس والعياذ بالله، ثم الغيبة، وكل هؤلاء طبعا محرم بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولا يغتب بعضكم بعضا، قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي أيود أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا وقد يأكله وهو حيا، كما قال أهل العلم إن ذكره في وجهه فقال حيا وإن ذكره في غيبته كان كالميت. قال تشبيه بمعنى أن كان من القذارة بما كان أن الإنسان يعاف أن يأكل من هذا اللحم فعلى ترك الغيبة، هذا هو المقصود. قال فكرهتموه، هل المقصود بكرهتموه يرجع إلى الميت، يعني لحم الميت، أو أنه كرهتموه بمعنى أنكم تكرهون أن تقعوا في هذا، كما أنكم تكرهون أن يفعل الناس بكم كذلك. فإذا كنتم تكرهون أن يفعل الناس أن يغتابوكم فكذلك عليكم ألا تغتابوا ماذا؟ غيركم، هذا هو المقصود فكرهتموه. قال واتقوا الله، يعني اتقوا الله في أفعالكم وأعمالكم، إن الله تواب، تواب لمن تاب ورجع عن أمره، رحيم بمن تاب. في هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى. نقف على قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، أولئك هم الألباب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.